رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل لفقره السوشيال ميديا وهنبتدي مع صفحه في الجول على تويتر اللي نشرت فيديو لمحمد صلاح وسام مرسي وكتبت: محمد صلاح غلب سام مرسي في الشطرنج، مين بوبي فيشر ناو؟ هارد لوك يا سام مرسي. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. اوكي اي غانا بلاي ذس وان شورت بي سير وين ذا هوت بس اي ثينك كول ذا لينكس كمان نشر احمد حسن كوكا المحترف ضمن صفوف اولمبياكوس اليوناني صوره من الانستغرام على صوره على الانستغرام عنده، كتب: خالص التعازي والمواساه لاسره المشجع الذي فقد حياته بالامس في مدرجات ملعب كارياسكاكيس. كمان احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاد طفلته ونشر صورة لأولاده على تويتر وكتب: عيد ميلاد سعيد أيتها الأميرة العزيزة، سنة واحدة رائعة بحبك. كمان نشر سيرخي أجويرو نجم المان سيتي على الانستغرام صورة مكتوبة عليها: من 10 سنين جاء هذا الصبي ولي الالتقاط صورة معي، أو طلب التقاط صورة معي، واليوم هو أفضل لاعب في الصين وحصد جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الصيني، وحرص أجويرو أنه يقدم التهنئة للاعب الصيني. كمان نشر أشلي يونغ لاعب المان يونايتد صورة على تويتر بعد هزيمة الديربي من مان سيتي وكتب: نهاية مخيبة للأمل، حقا الأسبوع من المباريات الصعبة خارج أرضنا ونحن نعلم ما تعني هزيمة أمس لمشجعينا، ونطمنهم أنه خلال العطلة الدولية سوف نقوم بكل شيء من أجل حصد الثلاث نقاط في المرة القادمة في الأولد ترافورد. كمان هاري كين نشر فيديو على الانستغرام وهو بيلعب جولف، وإيه تعالوا نشوف. Well done, son. كمان نشر أنتونيو روديغر لاعب تشيلسي صورة على تويتر وكتب: نساهم في إجراء عمليات جراحية ل 11 طفل في كنيما في سيراليون. الأطفال بيعانوا من الشفة المشقوقة والحروق أو التشوهات، الوجوه السعيدة للأطفال بعد الشفاء زي كادازو اللي في الصورة زي اللي أنتم شايفينها دي قدامكم هي أكبر هدية. كمان نشر أندري إنييستا صورة لي مع عيلته على الانستغرام في اليابان وكتب: جولة في اليابان مع أفضل رفقة. نشرت صفحة برشلونة على تويتر فيديو لنجم ليونيل ميسي أثناء تسليمه لجائزة أفضل لاعب في الدوري الأسباني أو الليغا الأسبانية وهداف الليغا في الموسم الماضي. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. وكمان نشر أرتور فيدال لاعب برشلونة الأسباني صورة على تويتر وكتب مع أخويا الصغير المهاجم كاستيلو إلى تشيلي. كمان نشر نيلسون سيميرو لاعب برشلونه صوره على تويتر مع بنته كتب: اميرتي الصغيره او ماي ليتل برنسس. كمان كريم بنزيما لاعب ريال مدريد فنشر صوره على تويتر وكتب: 10 مواسم و202 هدف وما زالت النهايه بعيده. كمان او اخيرا كتبت صفحه الفيفا على تويتر: زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم الاي جالكسي تفوق على وان روني وفاز بنسبه 36.36 في التصويت على جائزه افضل لاعب جدير في الدوري الامريكي لعام 2018. فاصل دلوقتي ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده استاذ امير عبد الحليم مدير تحرير موقع في الجول.